يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم مهمه جدا، وفي الحقيقه مش حلقه النهارده بس، كل حلقات هذا الاسبوع غايه في الاهميه، لان هي بتسبق اهم مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم، وهي مباراه كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي بيحاول النادي الاهلي من خلالها يحافظ على لقبه فيها للموسم الثاني على التوالي. يستحق النادي الاهلي ان هو يفوز باللقب ده باذن الله، لكن مباراه غايه في الصعوبه هتكون مع كايزر تشيفز، بالتالي عندنا كواليس كتير جدا تتعلق باستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه المرتقبه. كمان عندنا كلام كتير عن مباراه الامس وتفوق النادي الاهلي على المقصه بنتيجه 4-1 في مشوار النادي الاهلي وسعيه نحو الوصول للقمه كما هو المعتاد والمكان الطبيعي للنادي الاهلي بيكون دايما على الصداره. الاهلي ماشي بشكل ناجح جدا جدا في هذا المشوار الهام ايضا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، بالتالي عندنا كواليس كتير قوي هنتكلم فيها بخصوص كل ما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم على مدار حلقه اليوم من الترند. لكن ايضا هيكون عندنا بعض الاخبار المحليه والعالميه اللي هنتواصل فيها مع حضراتكم ونتناقش فيها مع حضراتكم على مدار الحلقه ايضا، لكن الاهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وهو بيتعلق بمباراه الامس ورايكم في اداء النادي الاهلي بعد فوزه على المقصه بنتيجه 4-1. تواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. البدايه دايما بتكون باهم العناوين، نشوف. في ترند الاهلي، بعثه الاهلي تطير للمغرب غدا باذن الله. والفريق راح من التدريبات اليوم. اما في الترند العالمي، ردود افعال واسعه بعد تتويج ايطاليا باليورو. ماتش جامد قوي بصراحه امبارح، ماتش ايطاليا وانجلترا. ايطاليا قدرت ان هي تفوز باليورو 2020 بعد تفوقها على انجلترا بضربات الجزاء الترجيحيه، وبعد اختيارات سيئه جدا جدا من ساوثجيت المدير الفني لانجلترا لمنفذي ضربات الجزاء. في الحقيقه ايطاليا تستحق هذه البطوله، وكان ممكن كمان انجلترا تستحق هذه البطوله. الاثنين عملوا مشوار اكثر من رائع، ومباراه كانت قويه جدا ووصلت للضربات الجزاء الترجيحيه. مليون مبروك لكل عشاق الكره الايطاليه حول العالم، وننتظر باذن الله فرحه لينا بقى احنا كاهلاويه من خلال مباراه يوم السبت القادم امام كايزر تشيفز. الشعب الارجنتيني فرح بكوبا امريكا، الشعب الايطالي فرح ب اليورو، والشعب الاهلاوي باذن الله والمصري باذن الله واحد احد يفرح يوم السبت بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي والعشره في تاريخه، بعد ما ان شاء الله يتغلب على فريق كايزر تشيفز القوي الجنوب افريقي، واللي هيكون اكيد عقبه قويه جدا في مشوار الفوز بهذا اللقب باذن الله. تفاصيل كتير جدا هتكون معانا بس بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه الامس الاهلي والمقصه مباراه كانت غايه في الاهميه، الاهلي تفوق فيها بنتيجه كبيره 4-1، وكان كمان ممكن يحقق اهداف اكتر من كده من خلال عدد اهداف ممكن كان يزيد عن هدفين كمان عشان تبقى 6-1 او 5-1 كلام من ده يعني. لكن الاهلي عمل مباراه كبيره، واللي يهمنا دايما قبل مباراه كايزر تشيفز ان احنا اطمنا على الفرقه، الحاله المعنويه ممتازه، الاهلي قدر من خلال المرحله اللي فاتت دي اللي بتتمثل في ايه؟ اللي كانت بتتمثل في 4 مباريات في بطوله الدوري ان هو يخرج بالمعادله الاصعب. ايه هي المعادله الاصعب؟ انك توصل لمباراه كايزر تشيفز بجاهزيه فنيه وبدنيه جيده، ومن الجانب المعنوي يكون في اعلى معدلاته وباقل معدل اصابات. الحمد لله الحمد لله ما فيش تقريبا اصابات في صفوف النادي الاهلي. علي لطفي هيكون مع الفريق ان شاء الله في المغرب، والتر بواليا موجود، محمد هاني رجع امبارح ما شاء الله كان كويس جدا في العشر دقائق اللي لعبهم، فبالتالي مكاسب كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالاضافه لتالق واستمرار التالق لبعض اللاعبين على مدار ال4 مباريات. ممكن الحاجه الوحيده بس اللي وقعت مننا في المرحله دي هو التعادل مع بيراميدز، وكان في ايدينا قوي ان احنا نكسب بمنتهى الايه؟ منتهى السهوله يعني، لكن النصيب يعني. لكن في كل الاحوال انت خرجت باكبر نسبه مئويه ممكنه من الجاهزيه الفنيه والبدنيه والذهنيه للمباراه الاهم. خلينا نبقى متفقين كده، اهم ماتش للاهلي ايه؟ اهم ماتش للاهلي ماتش كايزر تشيفز، هنتكلم عنه بالتفاصيل، لكن خلينا ندي المباراه دي حقها، مباراه المقصه امبارح
ويتألق عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، أولهم طبعا طبعا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه، يعني محمد شريف لعيب جامد جدا، مهاجم زي ما بيقول الكتاب. اللي عجبني فيه كمان امبارح التطور الملحوظ في ضربات الرأس، كورة صدها حارس المقصة بشكل ممتاز، لعبها بدماغه شريف وهو جاب جونين بدماغه، بخلاف الجون اللي اتحسب له النهارده بشكل رسمي من خلال تقرير الحكم، الجون اللي شاطها وتردت وجت في مدافع المقصة وجت جون، فبالتالي اتحسبت له فبقى هاتريك امبارح. لكن لما تيجي تبص على الماتش كده هتلاقي ان محمد شريف جاب بالظبط كام جون امبارح؟ حوالي 5 اهداف، اتحسب منهم 3 وفي منهم واحد. يا ريت لو اللقطه عندنا يا جماعه كان لازم يتحسب، انا عايز افهم الفار ازاي ما لغى الهدف ده، هدف صحيح 100%. لما تيجي تعيد اللقطه بتاعت الفار هتشوف ان كانوا على خط واحد شريف ومدافع المقصه، وكان هدف حطه بمهاره ممتازه تشيب كده، ايوه هو ده. بص حضراتكم يعني التصرف اكثر من رائع، التصرف يطمنك انت عندك مهاجم ممتاز، بخلاف ايه اهو. يا ريت بقى بص يعني نقف الحته دي، فين الاوفسايد؟ يعني دي كارثه تحكيميه من ضمن الكوارث اللي تعرض ليها النادي الاهلي هذا الموسم تحكيميا. احنا كام هدف اتلغى لنا الموسم ده؟ عندك هدف بواليا في بيراميدز في الدور الاول، هدف ايمن اشرف في ماتش البنك الاهلي، هدف لمحمد شريف على ما اتذكر في ماتش غزل المحله، عندك ضرب الجزاء صحيحه 100% لاحمد رمضان بيكم في المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي مع وادي دجله في الدور الاول، عندك الجون ده كمان، ادي 5 اهداف. ده ممكن كمان اكون انا ناسي جونين ثلاثه كمان يعني. فلولا تفوق النادي الاهلي ولولا ان هو قدر ان هو يحرز اهداف اخرى في مباراه الامس كان هيبقى فيه مشكله كبيره جدا جدا بسبب اللقطه دي. لكن شريف ما شاء الله عليه مهاجم ممتاز واضافه قويه للنادي الاهلي، وانا عايز اشكر الكابتن حلمي طولان بصراحه لان هو طور شريف بشكل جامد جدا في انبي لما راح اعاره لمده سنه، وشفنا اللاعب بيتالق وبيستمر في تالقه. واللي مهم جدا في شريف شخصيته، شخصيه قويه في الملعب، ما تاثرش خالص بالفتره اللي قعد فيها على الدكه رغم انه كان ماشي كويس، وجيب واليا لعبه موسيماني وبعد كده مسك نفسه الراجل يعني محمد شريف كجانب فني، اتمرن كويس، ما اتكلمش كتير، ما زعلش، ما اتقمصش، ركز ان هو لما يلعب تاني يقول لا انتوا كنتوا مغلطانين ان انتوا قعدتوني. بصراحه هو بيعمل كل حاجه في الكوره. امبارح الواحد انبسط اكتر كمان لما لعب بدماغه بشكل ممتاز، يعني 3 4 كور في مباراه امبارح، في المباراه اللي فاتت كمان عمل كوره تقريبا بدماغه كويسه، ففي تطور ملحوظ وهو بيحاول يطور من نفسه، مش بيكتفي بس ان انا واحد هداف بلعب برجلي اليمين والشمال وزي الفل كده وايه مش مهم دماغي، لا انا عايز ابقى متكامل، ابقى مهاجم متكامل، بالاضافه طبعا لتحركاته المميزه. يعني كلام كتير جدا بخصوص محمد شريف، مش بحب انا اضخم قوي في اي لعيب او حاجه، لكن بندي له حقه، الراجل يستاهل بصراحه يعني. هدف قفشه يا ريت نعرضه برضو لان وشفناه من شويه، عايزين نعرضه تاني لان الهدف ده مهم، بخلاف ان هو هدف جميل وبخلاف ان في يعني لمحه مهاريه رائعه من محمد مجدي قفشه، لكن الاهم بالنسبه لي ان هو بص حضراتكم الضغط، خد الكوره ما ترددش، حطها على طول، الحساسيه موجوده، عارف هو بيلعب الكوره ازاي، عارف هيحطها ازاي، مهاره كبيره جدا جدا من قفشه، بخلاف الروح اللي انتم شايفينها دي. بص شريف جري على قفشه ازاي، بص الحب اللي موجود ما بين اللعيبه، الحاجات دي هي اللي بتجيب والله البطولات، وده اللي احنا متعودين عليه دايما في النادي الاهلي. لكن هرجع لحته قفشه لان الهدف ده مهم بالنسبه له على المستوى المعنوي، لان بصراحه قفشه بقى له ماتشين ثلاثه، كان بقى له ماتشين ثلاثه هو نفسه مش مبسوط من الاداء بتاعه، عنده احسن من كده بكتير، وده امر طبيعي ان انت بتعمل موسم ممتاز بس هيجي لك ماتشين ثلاثه مستواك يقل شويه، ده عادي في الكوره ما فيهاش اي حاجه. لكن الهدف ده قبل كايزر تشيفز هدف معنوي مهم جدا جدا لقفشه في الحقيقه، فده من ضمن المكاسب المميزه بخلاف حسين الشحات اللي بيتالق وبيستمر في تالقه والضغوط اترفعت عنه، خدت وقت شويه في الحقيقه. لكن تعالوا كده نفتكر بمناسبه حسين الشحات، نفتكر علي معلول اول ما جه النادي الاهلي، هل كان هو علي معلول بتاع دلوقتي؟ لا طبعا، علي معلول المباراه اللي خليته انطلق وبقى علي معلول مع النادي الاهلي هي مباراه الترجي في تونس لما كسبنا 2-1 بعد ما كنا متعادلين هنا 2-2 لو تفتكروا في 2017 مع الكابتن حسام بدري، جه هدف بسببه في بدايه المباراه هناك،
وبعد كده هو جاب هدف وعمل هدف لأجاييه. كانت دي بدايه انطلاقه علي معلول مع النادي الاهلي. قبل كده ما كانش هو ده علي معلول اللي احنا كنا منتظرينه، لكن بعد كده لا، عندنا ظهير ايسر عالمي عالمي بصراحه. نفس الحال بالنسبه لعمرو السوليه. عمرو السوليه برضو اول ما جه النادي الاهلي ما كانش هو عمرو السوليه بتاع دلوقتي، واهميه عمرو السوليه دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي. فطبيعي في بعض اللاعبين بياخدوا فترات طويله، لكن المهم الناتج في الاخر يكون ايه؟ يكون ايجابي، يكون بالمستوى اللي احنا بننتظره. ده اللي بيحصل مع حسين الشحات، لعيب بكواليتي عاليه جدا، لعيب ممتاز، واضافه بكل تاكيد لصفوف النادي الاهلي. فكلها امور ايجابيه بالنسبه للفريق قبل مباراه مين؟ كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت القادم. انا بس بستغرب برضو، وهفضل استغرب كل ما اسمع واحد كان، او مش اسمع، اقرا اي حاجه يعني، واحد كان بيلعب كوره ويتكلم في حاجات ملهاش اي علاقه بالكوره. هتقول لي يا عم انتوا مركزين مع الحاجات دي؟ لا يا جماعه، لازم. اصل بص، السكوت ما ينفعش يعني، احنا ما بنسكت الناس بتتمادى فيها. فطلع قال لك ايه؟ الهدف الاول لمحمد شريف فاول. ازاي يا عم؟ يعني ازاي فاول؟ حاجات غريبه جدا بتحصل بصراحه، حاجات واراء ملهاش علاقه. يعني ممكن اتقبل راي زي ده من واحد ما لعبش كوره، لكن المصيبه ان هو لعب كوره، والمصيبة الأكبر إن هو لما بيتكلم في الكورة بيتكلم غلط، والناس اللي ما لعبتش كورة بتتكلم أحسن منه بكتير. وده إن ده اللي يدل على إيه يا جماعة؟ يدل على إن مش أي واحد لعب كورة يفهم فيها. هو موهوب كرويا ممكن، لكن ما عندوش فكر كروي أصلا يعني، مشيت معاه بالصدفة مثلا كده يعني. فالحاجات اللي زي دي برضو مش هقف عندها كتير ماشي، لكن لازم نعلق عليه. لكن في كل الاحوال المكاسب كتير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الفريق يستمر في هذه المكاسب. بعد كمان مباراه كايزر تشيفز هيكون عندنا تحدي مهم قوي، ان احنا نوصل باذن الله للمركز الاول او لصداره ترتيب بطوله الدوري الممتاز. فبالتالي عشان كده عايز اقول لحضراتكم المباريات المتبقيه بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم في بطوله الدوري، واللي هتكون باذن الله تعالى بعد مباراه يوم السبت، اللي ان شاء الله الاهلي يكون فاز بيها وبالبطوله. فهنخلص كايزر تشيفز، نرجع ايه؟ نرجع نلعب البنك الاهلي. هيبقى يوم ايه؟ يوم 22/7 على استاد الاهلي والسلام. الماتش هيكون الساعه 7 بالليل زي ما انتم شايفين كده على الشاشه. ده اول ماتش الاهلي بعد كايزر تشيفز باذن الله، ونكون منتشيين بفرحه كبيره ان شاء الله تعالى. كمان هيكون عندك ايه؟ الانتاج الحربي مع الاهلي يوم 25، بعديها بثلاث ايام بالظبط برده في استاد الاهلي والسلام الساعه 7. أسوان مع الأهلي يوم 29، ضغط بقى خلاص ماتشات عشان أنت بتلعب المؤجلات بتاعتك. يوم 29/7 في استاد بترو سبورت الساعة 7 مساء. بعد كده هتلاعب وادي دجلة يوم 2/8 على استاد الأهلي والسلام الساعة 9 بالليل. وبعد كده تخش على سيراميكا، ودي آخر المؤجلات. إحنا هنا بنقول على المؤجلات مش بنقول على الفرق في المباريات ما بين الأهلي والزمالك، لأن الزمالك متأجل له مباراة غزل المحلة. فكل المؤجلات تنتهي بمباراه سيراميكا اللي هتكون يوم كام؟ يوم 5/8 على استاد السلام، استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل. بعد كده الاهلي والاسماعيلي يوم 9/8 على استاد اسكندريه الساعه 9. الاهلي وانبي يوم 12/8 على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 برضه. بعد كده هتلاعب طلائع الجيش يوم 16/8 الساعه 7. وبعدين هتلاعب المصري في اسكندريه يوم 20/8 الساعه 9. وبعد كده هتلاعب الجونه في استاد خالد بشاره بالجونه، ماتش صعب جدا، هيكون يوم 23/8. وبعد كده اسوان اخر مباراه النادي الاهلي يوم 26/8 على استاد الاهلي والسلام. نتمنى كل التوفيق للفريق ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه كلها. ننتهي بس الاول من مباراه كايزر تشيفز، وعندنا كلام كتير جدا عليها بتفاصيل مهمه، لكن الاهم ان الاهلي لن يتخلى باذن الله واحد احد عن بطوله الدوري الممتاز. واعتقد لما يتفرغ بشكل كامل لهذه البطوله باذن الله هيوصل للمكانه الطبيعيه. يجي بقى واحد يقول لك ايه؟ انا لو الاهلي كسب الدوري انا هحلق شعري، لو الاهلي مش عارف انا هلبس ايه، لو الاهلي. انت بتراهن على فشل الاهلي يبقى انت خسران يعني، ما تحاولش. وحصلت كذا مره. مش بقول ان الاهلي بقى يعني هيكسب، لا، في منافسه قويه مع نادي الزمالك، ده طبعا ده امر موجود وطبيعي، ونادي الزمالك نادي كبير ومحترم، منافسه قائمه في الملعب يعني، لكن لازم تتعلموا من اخطاء الاخرين يعني. موضوع الرهانات ومش الرهانات ماشي حلو مسلي مفيش مشكله، لكن ما تراهنش على فشل الاهلي، لان الرهان على فشل الاهلي خسران. الاهلي فريق بشخصيه كبيره وفريق بطل بيعرف ازاي
ياخدوا البطوله. البطوله دي كمان لاصحاب النفس الطويل، الاهلي بيمتاز بالجانب ده بشكل كبير جدا. فماشي، خلينا ادينا بنتابع وبنضحك ومفيش اي مشكله، وان شاء الله باذن الله الاهلي يفرحنا يوم السبت وببطوله الدوري كمان باذن الله تعالى. طيب ده فيما يتعلق بالجانب المحلي، هنتكلم بقى على الجانب الافريقي والمباراه الاهم يوم السبت باذن الله تعالى، لكن هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نتكلم على تفاصيل هذه المباراه واللي كلنا ان شاء الله منتظرينها يوم السبت اللي جاي بعد الفاصل يعني. طيب احنا قدامنا كام يوم على ماتش كايزر تشيفز؟ قدامك 5 ايام. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين، ثلاث، اربع، خميس، جمعه، والماتش 5 يوم يوم السبت. خلال الفتره اللي جايه دي ممكن تلاقي البعض بيستسهل المباراه، وده امر غير مطلوب بالمره. البعض اللي هم مين؟ سواء ممكن من جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره في فرقته، مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت لازم تكون بتحترم فريق وصل للنهائي طبعا، قوي جدا جدا، ده امر مؤكد. البعض كمان من مين؟ من الاعلاميين اللي ممكن يكونوا بيتكلموا على ان الاهلي خلاص فاز بالبطوله. ده شيء غير صحي اطلاقا، وباذن الله مش هيأثر خالص على الفرقه ولا على الجهاز الفني قبل ماتش مهم زي ده. لازم تدي الفريق ده احترام. طب ليه نديله احترام؟ احنا ممكن نكون قبل كده قلنا اصل الوداد هيكسب كايزر تشيفز، هيكسب او ما كسبش كايزر تشيفز. كايزر تشيفز هم اللي كسبوا في الوداد هناك في المغرب في كازابلانكا، وبعد كده اتعادلوا 0-0 على ارضه في جنوب افريقيا. ده معنى ايه؟ معنى ان ده فريق منظم جدا، دفاعيا كمان قوي، عندك هجوميه، عندهم مهاجم ممتاز جدا سمير نيكوفيتش، ده مهاجم كويس جدا جدا يعني. ففرقه ممكن تكون بتعرف تاخد اهدافها، تحقق الهدف من اي مباراه. خلي بالك كمان انت مفيش ماتش ذهاب واياب في تعويض وكلام من ده، لا انت بتلعب مباراه واحده. فطالما بتلعب مباراه واحده حتى لو مع فريق درجه ثانيه فالنسب 50-50. طيب احنا مش هنا في مصر بنقعد نقول ايه، اصل ماتشات الكاس بيبقى فيها مفاجآت، وارد جدا يحصل مفاجآت، وده بيحصل في ماتشات الكاس. ممكن تلاقي الاهلي خرج من دور 16، الزمالك خرج من دور 32، مش عارف الاسماعيلي، الفرق الكبيره، الاتحاد، الكلام من ده، ممكن يخرجوا من فرق درجه ثانيه، بتحصل. طب ما دي كمان مباراه كاس، مباراه واحده، ومش ده مش اي كاس بقى، ده دوري ابطال افريقيا، اقوى بطوله في القاره، البطوله اللي توصلك كاس العالم. فتاخد، لازم تاخد الماتش ده بمحمل الجديه، بانك مثلا انت بتلعب كايزر تشيفز، فريق قوي، بطل جنوب افريقيا طبعا، اعتبر نفسك ان المباراه اصعب بكتير كمان انك بتلعب الوداد ولا الترجي. لازم ندي الفريق ده احترام. اي حد بقى هيطلع الفتره الجايه يقول لك لا خلاص نسب الاهلي 60-80 كلام من ده، لا ما فيش الكلام ده. ماتش في الملعب 90 دقيقه، دي كره قدم وارد فيها كل شيء، كل شيء وارد. لو ما ركزناش، لو ما اديناش الفريق ده احترامه هنخسر. في دروس كتير قبل كده لازم نستفاد منها، في دروس كتير لازم نستفاد منها، ما نقعش في الفخ ده اطلاقا، سواء بقى كاعلام اهلي، جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي، الجهاز الفني، كلام من ده. لازم نكون بنحترم فريق كايزر تشيفز كامل الاحترام. ليه وما نحترموش ليه؟ ده فريق وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، اذا ده فريق قوي جدا جدا، وعنده عناصر مميزه ومدير فني مميز، وكسب الوداد في المغرب على الملعب اللي احنا هنلعب فيه النهائي، مركب محمد الخامس، يعني عنده حساسيه الملعب قبلينا احنا بشويه. لعب، احنا اخر مره لعبنا هناك كانت ايه؟ السنه اللي فاتت لما كسبنا الوداد 2-0 في دور نصف النهائي. فبالتالي مباراه غايه في الصعوبه. انا على المستوى الشخصي بصراحه قلقان، يعني انا قلقان، ماتش صعب. ان شاء الله باذن الله تعالى لعيبه الاهلي يكونوا مركزين، موسيماني يكون مركز، مدرب ممتاز بصراحه. لا قدر الله خسر، هتلاقي سكاكين كتير جدا جدا، هتلاقي ناس كتير جدا بتقطعه، لكن هيكون امر غير منطقي لان هو مدرب كبير وتشوف نتائجه كلها على مدار الفتره اللي فاتت، ومش الاهلي اللي بيحاسب بماتش خالص يعني. لكن في نفس الوقت هي بطوله مهمه. مهمه، دي اهم بطوله. فباذن الله باذن الله الاهلي يكون في يومه، يوم السبت اللي جاي الساعه 9 بالليل على مركب محمد الخامس، نهائي دوري ابطال افريقيا. الفريق ان شاء الله يكون موفق. طب الفرقه هتعمل ايه الفتره الجايه؟ النهارده الفريق راح بعد مباراه امبارح مع المقصه، بكره هيكون في استئناف للتدريبات الساعة 11 الصبح، مران صباحي، بعديه مباشرة الأهلي هيتوجه لمطار القاهرة الدولي عشان ياخد الطيارة بتاعته في اتجاهه مين؟ للمغرب. هيكون بالظبط الساعة 4 هيتحرك، يوصل إن شاء الله الساعة 8 بالليل، ويستعد إن شاء الله من خلال تدريبات، حوالي 3 تدريبات قبل
مباراة يوم السبت يكون استعداد بمنتهى القوة. الحمد لله الكل جاهز، الكل تمام، مفيش أي إصابات بإذن الله، كله سليم وكله متأهب ومنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، عشان إن شاء الله بإذن الله شعب الأهلي يفرح وجمهور النادي الأهلي يفرح والشعب المصري كمان، لأن الأهلي ممثل للكرة المصرية، ممثل ممتاز في الحقيقة للرياضة المصرية، لأنه دايما بيرفع اسم مصر في العالي وبيقدر يحقق ألقاب كتير جدا. إن شاء الله نكون موفقين في هذه المباراة، وإن شاء الله الأهلي يفرح كل الأهلاوية. ده فيما يتعلق بمباراة كايزر تشيفز، وهيكون في كلام كتير جدا متواصل على هذه المباراة، وهيكون في كمان رصد من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لكل استعدادات الفريق على مدار الأيام القليلة جدا المقبلة. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف حسابات الرسميه على السوشيال ميديا اتكلمت ازاي عن النادي الاهلي بعد الفوز امبارح على المقصه، واهم الاخبار. الوطن الرياضي وحسابه الرسمي على فيسبوك بيقول اتحاد الكره ينهي الجدل حول هدف محمد شريف الثالث امام مصر المقصه امبارح. خلينا اقرا لحضراتكم الخبر، لان في لغط كبير جدا بخصوص هدف محمد شريف الثالث اللي هو اتحسب لمحمد شريف بشكل رسمي. قال لك ايه؟ كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكره ان لجنه الحكام برئاسه وجيه احمد ايادت محمود عاشور حكم مباراه الاهلي والمقصه في قراره الخاص باحتساب الهدف الثالث للنادي الاهلي لصالح مهاجمه محمد شريف. اضاف المصدر للوطن ان لجنه الحكام اقرت بصحه احتساب الهدف الثالث للنادي الاهلي في مرمى المقصه لصالح محمد شريف. واوضح المصدر ان الحكم الدولي محمود عاشور كتب في تقريره الخاص بمباراه الاهلي والمقصه ان الهدف الثالث احتسب لمهاجم النادي الاهلي شريف، ومؤكدا ان الكره ارتدت وليست لعب وفقا لفهم كره القدم والاحتساب على كرات مماثله. وتابع المصدر لجنه حكام اتحاد الكره برئاسه وجيه احمد تواصلت مع محمود عاشور عقب مباراه الاهلي والمقصه، واكد لمسؤول اللجنه انه احتسب الهدف لصالح محمد شريف على اساس ان الاخير سدد الكره وتصدى لها حارس المقصه محمود حمدي وارتدمت في زميله محمد الدسوقي وسكنت شباك الفريق الفيوم. طيب ممكن البعض يختلف والبعض يتفق مع الكلام ده، لكن الاكيد ايه؟ الاكيد ايه؟ ان طالما الحكم حسب الهدف لمحمد شريف في تقريره فهو خلاص لمحمد شريف، يعني مش هيتغير. يعني محمد شريف امبارح جاب هاتريك، كان ممكن كمان يبقى سوبر هاتريك، فالموضوع ما فيش فيه نقاش خلاص. يعني محمد شريف جاب امبارح هاتريك، ممكن حد يقول لك لا انا مش مقتنع، ما دي لعبه جديده، ممكن حد يقول لك خلاص ده اكيد الحكم ادرى يعني، لكن محمد شريف جاب هاتريك امبارح ووصل للهدف رقم 15 في صداره ترتيب هدافي الدوري مع مين؟ مع احمد ياسر ريان لاعب الاهلي المعار لسيراميكا، ونتمنى للاثنين كل التوفيق في الحقيقه. وكان ممكن كمان يبقى سوبر هاتريك الهدف اللي اتلغى غريب قوي امبارح ده. خلينا كمان نروح لخبر اخر من خلال الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، اللي بيقول ان الاهلي يصرف مكافئات التاهل لنهائي افريقيا، وكله بيبقى طبقا للائحه. احنا دلوقتي في مرحله يعني ما يهمناش قوي موضوع المكافئات ده، احنا في مرحله مهمه جدا داخلين على نهائي دوري ابطال افريقيا. اليوم السابع على تويتر بيقولوا ان علي لطفي يشارك في مران الاهلي غدا قبل السفر للمغرب لقود نهائي افريقيا، وطبعا بنسبه كبيره هيكون متواجد في التدريبات بكره، وكان عنده اصابه خفيفه جدا، وان شاء الله باذن الله هيكون جاهز وهياكد جاهزيته من خلال تدريبات بكره قبل السفر مباشره للمغرب علشان يكون داعم للنادي الاهلي في مركز حراسه المرمى تحسبا لاي ظروف. احنا الحمد لله مطمنين جدا على الكناوي من الاصابات، ما فيش اي حاجه تماما، وبقى جاهز 100%، حتى لو كان بيلعب الماتشين اللي فاتوا مش جاهز قوي، لكن خلاص الشناوي بقى سليم تماما وجاهز للنهائي الافريقي باذن الله، وتمنى له كمان كل التوفيق مع منتخب مصر في اولمبياد طوكيو. خلينا نروح لحساب مبتدا على تويتر وبيقول ايه؟ تصريحات للكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، قال ان بواليا وعلي لطفي جاهزان للنهائي الافريقي، وده اللي احنا بناكد عليه مع حضراتكم، الاثنين جاهزين جدا. اي لاعب في قائمه النادي الاهلي انت محتاجه، حتى لو مش هيلعب انت ما تضمنش ظروف ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه، التدريبات، ظروف الماتش نفسه، ايه اللي ممكن يحصل، هتحتاج لمين؟ واحد زي بواليا ده انت ممكن تحتاجه جدا في ماتش زي ده، فريق بيلعب بشكل دفاعي منظم، ممكن انت تلجا لاثنين مهاجمين زي ما شفنا كده الماتش اللي قبل اللي فات بالنسبه للنادي الاهلي امام مقاولون العرب، وكان في تكتل دفاعي للمقاولين، فموسيماني شغل دماغه ونزل مهاجم وسحب مدافع وقدر ان هو يحقق الهدف بالفوز. ف
فبالتالي ماتش زي كازا تشيفز ممكن يكون مشابه جدا لمباراه المقاولين، الله اعلم، ممكن نلاقي شكل تاني كازا تشيفز بيلعب بشكل هجومي. لكن الاهم يعني ان انت محتاج لكل لاعب عندك في القائمه وكله يبقى جاهز باذن الله عشان تبقى الخيارات كلها متاحه لموسيماني في اهم مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم بكل تاكيد. طيب خلينا نروح لخبر اخر من حساب يلا كوره وتصريحات للاعب كازا تشيفز، واللي بيقول ان الاهلي يعتبر عقبه ونريد وضع النجمة على قميصنا. هم اول نهائي يوصلوا في تاريخهم، فما عندهمش ولا نجمة على التيشيرت زي ما انتم شايفين كده. في المقابل الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده 9 يوصل النجمة رقم 10، لكن هم عندهم طموح مشروع جدا بالفوز باللقب. فريق قوي، فريق يحترم، بالتالي اكيد هيكون عندهم استراتيجيه معينه في هذه المباراه. انت لازم تكون جاهز لكل السيناريوهات المتوقعه او المتوقع حدوثها في مباراه كايزر تشيفز. تصريحاتها ليها خلال الفتره اللي جايه كتير، سواء من لاعبي كايزر تشيفز، المدير الفني، كلام من ده، تصريحات من قبل المباراه. البعض بيحاول يلعب على الجوانب النفسيه ويبقى شغل نفسي شويه على المنافس، والبعض الاخر يتكلم بشكل واقعي شويه بخصوص هذه المباراه. ايه هو الشكل الواقعي؟ ان النسب 50-50، ده امر مؤكد. خلينا نروح لحساب بطولات على تويتر، واللي بيقول لاعب كايزر تشيفز ده لاعب اخر قال ايه؟ ماسوه قال ان النهائي امام الاهلي مباراه هتكون حربا، والاهلي سيفاجئ بالفريق الذي سيواجهه. لا، الاهلي مش هيتفاجئ ولا حاجه. بالمناسبه فريق كايزر تشيفز فريق مبهم شويه، ما تعرفلوش فريق كويس، فريق وحش، فريق قوي، فريق ضعيف، ما تعرفلوش حاجه، لان نتائجه متفاوته على مدار البطوله. لكن كل اللي نعرفه ايه؟ ان ده فريق في نهائي دوري الابطال. إذن فريق قوي، فريق يعرف ياخد البطولة. إن شاء الله إحنا اللي نكون موفقين ونكون في يومنا ونقدر نتغلب على أقوى فريق أو أصعب فريق ممكن تواجهه. طبعا هتقابله في النهائي يبقى هو أصعب فريق. فبالتالي هي حرب أو مش حرب، ما بحبش الألفاظ دي في الكورة شوية، لكن واضح إن هم بيخلقوا لنفسهم دوافع قوية جدا عشان يحققوا اللقب الأول ليهم في تاريخ هذا النادي. إن شاء الله إحنا جاهزين بإذن الله. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نواصل. يلا بينا. صراحه المنتخب الايطالي يستحق البطوله من البدايه. انطلاقه كانت مميزه جدا في دور المجموعات، فريق حتى ما خسرش في دور المجموعات ولا ماتش، وصل انتصاراته بمستوى ثابت باداء جيد بروح عاليه قوي 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 بنشوفها عند المنتخب الايطالي، ويمكن دي اللي رجحت كفته بشكل كبير عشان يوصل المباراه النهائيه بدايه، وكمان عشان يفوز باليورو بعد غياب 53 سنه. كتير قوي 53 سنه المنتخب الايطالي ما ياخدش بطوله الامم الاوروبيه، دي حاجه كتيره جدا. ده لقطات او دي لقطات من وصول المنتخب الايطالي لروما في ظل استقبال مميز جدا طبعا من الجماهير الايطاليه والشعب الايطالي بعد هذا الانجاز الكبير لمجموعه كبيره جدا مميزه من اللاعبين، على راسهم طبعا كيليني، ده هو بونوتشي، الاثنين، واحد عنده 34 سنه واحد عنده 36 سنه. شوف ادائهم في الملعب عامل ازاي، شوف روحهم عامله ازاي في الملعب، شوف كمان لياقتهم البدنيه، ما شاء الله حاجه جامده جدا. اتنين صعب تعدي منهم. امبارح مثلا ايه، ساكا خد كره كده من ناحيه اليمين وجاي يعدي وجري وخلاص هيعدي، والكره عدت ومشيت. كليني قال له خد هنا، رايح فين؟ تعالى. راح ماسكه من التيشيرت، مفيش هزار، احنا بنلعب على نهائي بطوله، هتروح تجيب جون دلوقتي تخلص عليا تبقى القاضيه ممكن؟ هي دي اللي ممكن ساعتها تبقى القاضيه ممكن زي بتاعت قفشه، لكن لا انا مش هديك فرصه لكده، تعال اقع خد فاول هاخد انذار، حتى لو هاخد طرد مش مهم، لكن لازم احافظ على فرص فوزي بهذه البطوله. وحاجات ما بتحصلش في حياه لاعب كره القدم غير قليل انك تكسب بطوله كبيره زي دي. دي لقطات من الاحتفال للشعب الايطالي عقب الانتصار الغالي، لقطات من متابعه المباراه النهائيه وجماهير ايطاليا، ودي طبعا لحظه الفوز بعد ركله الجزاء الاخيره للمنتخب الانجليزي اللي شاطها ساكا وصدها دونا روما. طبعا هو ابرز لاعب في البطوله، اول حارس في تاريخ البطوله ياخد افضل لاعب في اليورو. فطبعا مليون مبروك لكل الايطاليين وكل محبي الكره الايطاليه. بالتالي خلينا نتكلم على الترند العالمي ونبتدي بالحساب الرسمي للمنتخب الايطالي على تويتر، واللي بيحتفي بالفوز بيورو 2020 على حساب المنتخب الانجليزي، وطبعا هيعيشوا على الفرحه دي فتره طويله لان حقهم بصراحه. المنتخب الانجليزي منتخب محترم جدا، اول مره من فتره كبيره المنتخب الانجليزي يكون عنده قوام جيد من اللاعبين وجيل مميز من اللاعبين، عملوا بطوله ممتازه في الحقيقه
لكن هارد لك ليهم ولكل محبي الكره الانجليزيه وانا منهم يعني. انا ما كنتش بشجع حد امبارح بس يعني كنت متعاطف سنه مع انجلترا، لكن في كل الاحوال مبروك لايطاليا. خلينا كمان نروح ليه ايه، نروح لخبر اخر وده من حساب المنتخب الايطالي ايضا على تويتر، واللي نشر تصريحات لروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي، واللي قال كان من المستحيل قبل البطوله مجرد بس ان احنا نفكر في ان احنا نفوز باللقب. ما عنديش كلمات اقولها عشان امدح بها المجموعه الرائعه من اللاعبين، لكن في نفس الوقت المباراه الاخيره امام منتخب انجلترا كانت مواجهه صعبه جدا. بدانا المباراه بصعوبه، بعد ذلك سيطرنا على اللقاء. في ركلات الترجيح تحتاج دوما الى بعض الحظ، اشعر بالاسف للمنتخب الانجليزي، وهنا الروح المميزه جدا ما بين المنتخبين يعني. كمان قال ايه؟ قال نحن سعداء لاجل جميع الايطاليين، لم يزل بامكاننا التحسن خلال البطولات القادمه. وهنا طبعا الطموح الدائم في التطور، ودي حاجه مميزه يعني. طيب، فرحه كبيره للمنتخب الايطالي، ودي كانت ابرز الاخبار العالميه بالتحديد. لكن خليني بقى اخد مشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. وكان يعني السؤال رايكم ايه في اداء النادي الاهلي امبارح والنتيجه امام المقصر. نبتدي بشاكر محمد، واللي قال اداء مميز وممتع جدا لانه اعطى ثقه لجماهيره قبل النهائي، بالتوفيق للاهلي فيما هو قادم يا رب يا مسهل. خلينا كمان نروح لمين، لعبد الله ايمن، واللي قال اداء ممتاز جدا امام المقصه يطمن امام كايزر تشيفز. دي مباراه ودي مباراه، ودي ليها ظروف ودي ليها ظروف. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، بالتوفيق للاهلي امام كايزر تشيفز، ويرجعوا الى القاهره فائزين بالعشره باذن الله. اخر واحده خالص ناخدها معانا، يلا. عبد الله ايمن قال ايه؟ اداء ممتاز جدا امام المقصه، ده قريناها اعتقد صح. ناخد محمد النقاش واللي قال اداء جميل جدا وعقبال النهائي ان شاء الله لابطال افريقيا والعشره باذن الله تعالى. الكل مركز طبعا على اللي جاي، ويعني دي سمه اساسيه عند جمهور النادي الاهلي، المباراه اللي كسبتها خلاص بتبقى في الماضي، لكن بتتكلم في المباراه اللي جاي واللي هي الاهم في الحقيقه للنادي الاهلي هذا الموسم، وهي نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.